أعزائي المشاهدين، تويوتا تي اس او 50، ديف بوت 2، هينداي اي 20. نبدأ الحلقة. أعزائي المشاهدين، النهاردة هتكلم عن ثلاث عربيات دول، بس مش دول، أقصد دول. نخش في الموضوع على طول. هينداي اي 20. او بطلة العالم لسباقات الرالي، شركة هيونداي بنتها على الجيل الثاني من الاي 20 عشان تدخل بطولة العالم للرالي في 2014 بعد غياب 10 سنين، وفي 2019 فازت بلقب افضل مصنع في البطولة. وبعد كده تمية اصدرت العربية دي بالموديل ده في 2019 في سبتمبر في كوريا، بعد كده دوليا في ديسمبر برضو في 2019، والشاسيه بتاعها ام اي تويوتا تي اس او 50. شركة تويوتا عملتها في 2016 عشان تشارك في سباق عربيات الهايبرد. العربيات الهايبرد دي اللي هي بتاعه سباقات لومن، اللي هي جمله بالفرنساوي ما اعرفش انطقها، وده نوع من العربيات كده ليه شكل معين وليه ايرودينامكس مميزه جدا، وخدت مركز تالت. وفي 2017 خدت المركز الثاني، واخيرا في 2018 خدت المركز الاول في سباق ال 24 ساعه. وبعديها تمية عملت موديل ار سي لنفس العربيه في نفس السنه، وبعد كده برضو عملوا موديل للعربية مينا فور ويل درايف في 2018. بعد كده العربية رجعت كررت الفوز تاني في 2019 وفازت بالمركز الاول برضو. الله على الانجازات. تمية رجعت اصدرت نفس العربية بس غيرت الكاوتش بتاعها، بدل ما كان ميديوم هارد بقى سوبر هارد، والشاسيه برضو بتاعها ام اي. العربية التالتة المفضلة بالنسبة لي جدا ديف بوت 2 من روبوريس. الروبريس هي اول عربيات آلية كهربائية من غير سواق، هي بتسوق نفسها بنفسها، وتطور منها ثلاث عربيات للسباق. الروبوكار كانت اول واحدة، بعد كده اتعمل ديف بوت، بعد كده اتعمل ديف بوت 2 بقوة 360 حصان وفيها موتورين، كل موتور على عجلة خلفية. وتمية اصدرت الموديل ده على تصميم احدث نسخة من الديف بوت اول 2020 احتفالا باول سباق رسمي للروبو ريس اللي كان في اخر 2019. العربيات ما خلصتش، ولسه في تويوتا سوبرا طلعت في توب جير وكسبت العربية البي ام دبليو. انا بقى بعمل الفيديو ده عشان اقول ان مش المفروض ان احنا نفضل نفكر في نطاق محدود، احنا ممكن نشوف العربيات دي اصلا كانت بتعمل ايه في الحقيقة وشكلها ايه قبل ما توصل لمرحلة ان هي تبقى موديل من فور ويل درايف او موديل ار سي، ونبتدي نعدل على العربيه بتاعتنا. ممكن برضو ايه نعمل نجيب شويه معلومات، نعرف شويه حاجات عن العربيات، ما نبقاش بنعدي على الحاجه كده. ممكن برضو نعمل شويه سيرش كده. الفتره اللي فاتت كنا بنعمل شويه ابحاث عشان الكليه والواحد طلع عينه. بس كده الفيديو خلص. لو انت على الفيسبوك اعمل لايك وشير، ولو انت على الفيسبوك برضو روح على اليوتيوب واعمل سبسكرايب واعمل لايك وشير، ولو انت على اليوتيوب اعمل سبسكرايب واعمل لايك وشير، وما تنساش تشغل جرس التنبيهات عشان يوصل لك الجديد اول باول. بس كده احنا خلصنا. خلاص الفيديو خلص. خلاص خلصنا خلاص امشي.